اهلا وسهلا جميعا. فيديو هذا الاسبوع عن توضيب شنطة السفر وخاصة للرحلات القصيرة، وهذه الرحلة انا بروح من لندن الى براغ، وابغى اوريكم كيف وضبت الشنطة. كل شيء داخل شنطة واحدة ومحمولة على الظهر. هذه الشنطة، هذه كل الاغراض اللي باخذها معاي الى براغ، وكلها ناوي احطها في هذيك الشنطة. زي ما انتم شايفين الملابس بتكون جدا محدودة، باخذ 4 بلايز كل يوم واحدة، وباخذ بلوزة داخلية واحدة، وبنطلون واحد، جاكيت واحد، وسكارف واحد. هذه السجادة الخفيفة زائد الأشياء الإلكترونية. أخذ معاي عادة بطاريتين حق الكاميرا، أريد أشحنهم علشان لا يخلصون، وطبعا لأن مدينة أوروبية فأحيانا شمس وأحيانا برد، لا أحيانا شمس وأحيانا مطر، فراح أخذ معاي نظارة شمسية والمظلة. هذا الحذاء الوحيد اللي باخذه معاي وبكون لابسته وانا رايح المطار علشان لا اثقل حمل على نفسي. اشياء الميك اب، اول شيء انا احطها في الاشياء السائلة، احطها في الكيس البلاستيك، وشوفوا مسكين الكيس تعبان. هذا نفس الكيس حق المطار، يبغالي اخذ واحد جديد. والاشياء اللي مو سائلة احطها في شنطتي حقة المكياج والاغراض الثانية. أكون ماخذة معاي دواء حق الزكام، وخاصة أنها مدينة أوروبية ودائما في مطر وبرد وأشياء، فبدل ما واحد يروح ويتورط أخذ معاي حبة للزكام. بخصوص الأكسسوارات، بس باخذ عندي ساعة واحدة، وباخذ حلقين، واحد ذهبي والثاني فضي، وعقد واحد وبس. طبعا هذه البيجامة لا أنساها، نحطها داخل الشنطة. وزي ما انتم شايفين يعني للحين في مساحة واسعة في الشنطة. خلاص كل جاهز، وهذه كانت كل النصايح. شكرا جزيلا لمشاهدتكم، وان شاء الله استفدتوا، وراح اشوفكم الاسبوع الجاي. لا تنسوا تسوون لايك اذا عجبكم الفيديو، وسبسكرايب عشان توصلكم الفيديوهات الاسبوعية. باي.